يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقات كلام في الميديا على مدار الشهر ده بالكامل كلها حلقات غاية في الأهمية. ليه؟ لحساسية المباريات في هذا الشهر تحديدا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي. وبصراحة كده كلنا متشوقين وعندنا شغف كبير لكل المباريات بالنسبة للفريق على مدار الفترة الحالية، لأن هي كلها مباريات حاسمة في مشوار الأهلي إفريقيا ومحليا، وهيبقى مترقبين ومساندين وداعمين بكل تأكيد للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير. في الجزء الثاني من حلقة اليوم هيستفيد معاه في الحديث في بعض الملفات المحلية وتحديدا كمان في مشوار النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية. الأول أهم العناوين، يلا بينا. الأهلي يختتم تدريباته غدا قبل السفر للإسكندرية. فايلر: تركيزنا على مباراة المصري لمواصلة الانتصارات بالدوري. رمضان صبحي واصل برنامجه التأهيلي للمشاركة مع الفريق. البدري يدرس عودة وليد سليمان للمنتخب. وانطلاق معسكر المنتخب الأولمبي 20 مارس. بصراحة ما بعرفش أمسك نفسي يعني، ويعني قبل ما نتكلم في أخبار النادي الأهلي، وده طبعا بيبقى أهم بالنسبة لنا والأهم بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، لكن في الحقيقة فيما يتعلق بموضوع الفار، وعلى مدار ال 48 ساعة اللي فاتوا دول سمعنا تقريبا بتحوالي 3 مداخلات لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع 3 برامج بيتكلم فيهم على الفار. أنا بس عايز أسأل حضراتكم سؤال، نسأل سؤال كده بالراحة مع بعض: هل طلعتوا بإجابة مفيدة؟ هل طلعتوا بمعلومة مفيدة؟ الموضوع مش متعلق بمقدمي البرامج أو المذيعين، هم سألوا الناس عملوا شغلهم بصراحة، لكن الضيف اللي في المداخلة مش يعني مش لاقي إجابة يرد عليها، مش لاقي حاجة صريحة تتقال للناس، يعني ما طلعناش المعلومة من الآخر. في الحقيقة الكلام كله على إيه؟ الفار إمتى؟ الفار إمتى يا كابتن؟ ما تقطعش، ده الرد، بيقول لك ما تقطعش، ربنا يسهل. طب خليكم متفائلين بس، إن شاء الله قريب. عارفين يعني الموضوع اللي هو الحاجات بتاعتنا دي، السلبيات اللي عندنا كلنا، زي مثلا انت تبقى كده رايح مشوار من مدينه نصر للمهندسين ونازل متاخر، تمام، ومثلا الناس اللي انت رايح تقابلهم بيكلموك وانت لسه نازل من بيتك في مدينه نصر مثلا، يعني لو انت ساكن في مدينه نصر، فيقول لك انت فين قدامك قد ايه، يقول لك انا قدامي 15 دقايق، وطبعا المشوار ياخد بتاع حوالي ساعه الا ربع مثلا. هو احنا ماشيين بالنظام ده في الدوري او مش في الدوري بقى، في منظومه الكره المصريه في الحقيقه يعني. الكلام كله على ادعي يقول بس يا رب ربنا يسهل، مش عارف. هل دي تصريحات احترافيه؟ هل دي تصريحات تخلي الناس تتفائل بمستقبل الكره المصريه؟ سيبك من الكره المصريه، مستقبل التحكيم في مصر. ايه الافه دلوقتي اللي موجوده في مصر في الكره المصريه؟ هو التحكيم. المشكله الكبرى التحكيم. دايما بيبقى فيه ازمات بسبب قرارات الحكام، مستويات الحكام في كل المباريات. وبالمناسبه عشان نفكر بعض بالجزئية دي لازم نفتكر كده مع بعض واحدة واحدة. مين أول نادي طالب بوجود الفار في مصر؟ مين؟ النادي الأهلي. ما حدش يقدر ينكر الكلام ده. من إمتى؟ من السنة اللي فاتت. بعديه جم بقية الأندية كلها طلبت موضوع الفار، تمام؟ الأهلي دلوقتي متصدر، فاز بكل المباريات، ال 14 مباراة اللي لعبهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيكسبهم. لكن هل معنى إن النادي الأهلي بيكسب إن مفيش أخطاء في مبارياته؟ واخطاء ممكن تتحسب للنادي الاهلي تساهم في فوزه بانتصارات اكبر؟ لا، في طبعا اخطاء كبيره جدا في مباراه النادي الاهلي، بس البعض ما بياخدش باله منها بسبب ان الفريق بيكسب، تمام. فلازم يا جماعه، وده نداء للمسؤولين في اتحاد الكره، المسؤولين على لجنه الحكام بالتحديد، احنا بنحترمكم ونقدركم بالمناسبه يعني، لكن في كل الاحوال يا جماعه بعد اذنكم اطلعوا قولوا لنا ميعاد لتطبيق تقنيه الفار. يطلع كم مسؤول في اللجنه الخماسيه يقول لك ايه؟ مع بدايه الدور الثاني، خلاص انسى، ما تفكرش. الفار مع بدايه الدور الثاني، ما تتعبش دماغك. يطلع واحد ثاني من اللجنه الخماسيه يقول لك ايه؟ لا لا الموضوع صعب، خلي بالك هيبقى مع بدايه الموسم الجديد. لا اصل الرخصه ومش الرخصه
ومش عارف الحكام وعدد الحكام اللي اتمرنوا وكلام من ده. طب يا جماعه ايه الموسم الجديد؟ قولوا الموسم الجديد ونخلص. لو في الدور الثاني ومؤكد انه هيبقى في الدور الثاني قولوا، اعلنوا، اطلعوا مؤتمر صحفي كده مع الناس، اعلنوا للناس كلها، للاعلاميين للصحفيين، يا جماعه قرار نهائي الفار ده في الدور الثاني، او يا جماعه قرار نهائي خلاص. بصوا احنا بصراحه حاولنا ومش عيب، مش عيب خالص. يعني انت حاولت انك تعمل حاجه وعايز تنجح فيها، نيتك كويسه يا سيدي، كتر خيرك، بس المحاوله ما نجحتش يا جماعه، واحنا متاسفين جدا. والفار خلاص هيبقى مع بدايه الموسم الجديد، والله هنسقف لك برضه، هنحييك، مفيش اي مشكله خالص. لكن الازمه دلوقتي المشكله في ايه؟ المشكله في الميعاد اللي احنا مستنيين ناخده من حضراتكم. احنا كل يوم هنا بنقرا اخبار الفار خلاص بدايه الدور الثاني، الفار اول الموسم الجديد. فين المعلومه الحقيقيه؟ فين النهية بتاعت القصه دي ايه؟ بخلاف قصه الفار كمان حاول تطور من اداء الحكام، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير جدا. خلي بالك ممكن الفار يبقى موجود والحكام هم بمستوياتهم، لان دي الازمه اللي بيعاني منها او بتعاني منها الكره المصريه على مدار السنوات الماضيه يعني. فانت لازم تتحرك تشتغل في كل الملفات، احسم موضوع الفار واحسم الميعاد النهائي، ده رقم واحد. رقم اتنين اشتغل على تطوير مستوى الحكام في مصر، لان احنا عندنا مشكله حقيقيه في الحكام في مصر، دي حقيقه، في مشكله في مستواهم الفني، وده امر واضح للكل. البعض ممكن يتخيل اصل الاهلي بيكسب والدنيا ماشيه تمام مش هتتطرق لموضوع التحكيم، لا دي قصه اساسيه، ده موضوع اساسي وبيعاني منه النادي الاهلي. من الاخر كده الاهلي بيعاني من الحكام ومستوياته. بنامل طبعا ان هم يتطوروا وان يبقى في شغل يساعد على تطويرهم، ده موضوع اساسي ومهم، وان الامور تمشي بالشكل الطبيعي، وان الفار يدخل مصر والتقنيه تطبق سواء بقى في الدور الثاني او قبل الموسم الجديد. المهم بس تعلنوا لنا وتحاولوا تشتغلوا بصوره اكبر من كده، وبلاش التصريحات اللي هي ايه بتاعه الفهلوه دي، اللي هو ان شاء الله بس كل حاجه طبعا مشيئه المولى عز وجل، ده امر مفروغ منه. انا قصدي ايه بشكل احترافي، يعني قول لي، ما تجيش تقول لي مثلا ايه خليك متفائل، خليك متفائل. قال له ايه كلمه كمان؟ قال له كلمه ثانيه كده، ما تقاطعش. ده كلام بتاع ناس بتشتغل صح يا جماعه، موضوع غريب جدا يعني. ماشي، ده فيما يتعلق بموضوع الفار، وانا يعني في الحقيقه حبيت اتكلم فيه مع حضراتكم في البدايه قبل ما نتكلم في اخبار الاهلي، لان القصه مطوله شويه، قصه الفار. الاهم دلوقتي بالنسبه لنا الاهلي بصراحه، موضوع مهم جدا جدا بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه تحديدا في ظل المرحله الحاليه واستعدادات الفريق للمباريات المختلفه، مباريات كتير مختلفه وقويه جدا وحاسمه جدا في مشوار الاهلي. المستوى المحلي الدوري ما شاء الله ماشيين بشكل كويس جدا، 14 انتصار من خلال 14 مباراه، 10 على 10 يعني ما شاء الله. المشوار الافريقي مع نهايه هذا الشهر يوم 29 اخر يوم في الشهر باذن الله، اول مباراه الذهاب مع سان داونز، ومباراه الاياب هتكون يوم 7، وفي منتصف الشهر يعتبر يعني يوم 20 عندك مواجهه نادي الزمالك مباراه السوبر، فبالتالي كلها مباريات غايه في القوه والصعوبه. الاهلي بيستعد بشكل مميز جدا بتركيز تام جدا جدا جدا، لكن قبل كل هذه المباريات الهامه انت عندك مباراه ايضا لا تقل اهميه، مش عايزين ما نفكرش فيها، مش عايزين ما نتكلمش عنها، وهي مباراه المصري بورسعيدي. مباراه باذن الله بعد بكره في استاد الماكس بالاسكندريه في تمام الساعه 8:15 مساء، والاهلي بيستعد ليها بكل قوه. خلينا اقرب مع حضراتكم بخصوص الاستعدادات بالظبط. مستر فايلر بيجتمع مع اللاعبين ومحاضرات متعدده كمان في اطار اجتماعاته مع اللاعبين خلال الفتره الحاليه بخصوص مباراه المصري تحديدا. وبالمناسبه مستر ريني فايلر من المدربين اللي بياخدوا كل مباراه بتركيز وما بيفرقش ما بين مباراه واخرى، ركز معايا في الكلام ده ليه؟ يعني ممكن البعض يقول لك ايه اصل مستر فايلر ممكن يريح عناصر في ماتش المصري عشان ماتش الزمالك اللي بعده في السوبر، دي حاجات ممكن تكون في حسابات الجهاز الفني، لكن اللي نعرفه عن الراجل ده ان هو ما عندوش فرق ما بين مباراه المصري في الدوري ومباراه الزمالك في السوبر ومباراه الزمالك في الدوري، ما عندوش فرق في الكلام ده خالص، كله زي بعض بالنسبه له، الاستعدادات كلها واحده، التركيز على كل اللاعبين دون التفرقه عن مباراه ومباراه اخرى يعني. فالاجتماعات او المحاضرات تحديدا متواصله مع مستر ريني فايلر واللاعبين خلال المرحله الحاليه، والنهارده كان في محاضره من ضمن المحاضرات في اطار الاستعداد لمباراه المصري البورسعيدي.
باذن الله بعد بكره، مباراه صعبه بكل تاكيد. كمان كان في تدريبات خفيفه بالكره في مران الاهلي النهارده في اطار الاستشفاء او عمليه الاستشفاء. ده بسبب ايه؟ بسبب عدد المباريات والكم الهائل من المباريات على مدار الفتره اللي فاتت والفتره القادمه كمان. ففي برامج تدريبيه لبعض اللاعبين اللي شاركوا لفترات كبيره جدا مع النادي الاهلي، بالتحديد فيما يتعلق كمان ب محمود عبد المنعم كهربا واليو باجي. الاثنين ليهم تدريبات بدنيه خاصه لتجهيزهم بشكل اكبر للمرحله المقبله، ده وضح خلال تدريبات الفريق النهارده الصبح. بالمناسبه التدريبات كانت في تمام الساعه 11 11 صباحا، وتدريبات اكيد من ضمن التدريبات المهمه طبعا. مستر بينكل توماس بينكل مخطط الاحمال انفرد باليو باجي وكهربا على هامش المران، وعمل بعض التدريبات البدنيه القويه المتنوعه بطول الملعب للثنائي. اليو باجي كمان بيؤدي تدريبات قويه في مران الاهلي بخلاف التدريبات البدنيه اللي اشرنا ليها، واللاعب بيجهز بشكل كبير جدا، عنده بعض التدريبات بالجري حوالين الملعب، يعني برامج بدنيه خاصه ببعض اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش جاهزين بدنيا بنسبه 100%، وبالتحديد اليو باجي لانه سافر السنغال، فما بيقع منك يومين مثلا من التدريب الجماعي او ثلاثه كمان، فاكيد بتتاثر بدنيا شويه بخلاف اللاعبين المنتظمين في التدريبات يعني. فانت بتحاول تعوض الجوانب البدنيه من خلال البرامج الخاصه اللي بتتعمل لاليو باجي. محمد مجدي قفشه كمان ليه تدريبات بدنيه خاصه النهارده على هامش المران الصباحي من خلال تدريبات خفيفه بالجري حول الملعب، وبرنامج استشفائي خاص لقفشه برضو لانه ايضا من ضمن اللاعبين اللي لعبوا كم كبير جدا من المباريات، يمكن غاب مباراه واحده بس على ما اتذكر، مباراة النجم الساحلي هنا في القاهرة في دور المجموعات يعني. فده أمر مهم. الناس بتسأل على رمضان صبحي، والسؤال هيفضل متواصل عن رمضان. في الحقيقة رمضان خلاص يعني قرب جدا من شارك في التدريبات الجماعية، ممكن خلال يومين بالكتير بإذن الله شارك في التدريبات الجماعية. ما أعتقدش برضو أنه هيلحق مباراة المصري، ده أمر واضح يعني، لكن هو ماشي في البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية بشكل جيد، والامور ماشيه في الاطار الايجابي يعني. بالمناسبه عشان نطمن كل الناس بخصوص رمضان صبحي، النهارده كمان كان في بعض الجلسات من المدير الفني مع بعض اللاعبين، جلسه مع محمود عبد المنعم كهربا كانت على هامش المران النهارده، والجلسه دي يعني تطرقت لمناقشه بعض الامور التكتيكيه والفنيه الخاصه باللاعب، وكانت جلسه مطوله في الحقيقه. ومستر فايلر كمان من ضمن الناس اللي يعني دايما بيحبوا يتواصلوا مع اللاعبين وبيتكلم مع كل لعيب على انفراد لتوضيح بعض الجوانب الفنيه والتكتيكيه اللي هو عايز يوصلها لهؤلاء اللاعبين يعني، وده امر مهم جدا. كمان مستر فايلر كان عنده جلسه مع شريف اكرامي، وانا هتكلم في الكام خبر الجايين دول بخصوص بعض حراس النادي الاهلي. شريف اكرامي دايما بيبقى في جلسات ما بينه وما بين مستر ريني فايلر، والحديث عن المرحله المقبله بشكل عام، وخصوصا ان شريف اكرامي احد كباتن فريق النادي الاهلي واحد اللاعبين المؤثرين جدا في صفوف الفريق، حتى لو مش بيشارك لكن هو شخصيه قياديه مميزه جدا في الحقيقه شريف اكرامي، فالكلام دايما متواصل ما بينه وما بين مستر ريني فايلر. بالنسبه للشناوي، الشناوي امبارح كان عنده تدريبات استشفائيه على هامش المران بعد مباراه طلائع الجيش، والنهارده شارك في التدريبات الجماعيه كلها خاصه بحراس المرمى بشكل طبيعي جدا، وبيتالق في التدريبات كمان ما شاء الله عليه، هو بيتالق في كل المباريات بالنسبه لمحمد الشناوي، وفي حاله من السعاده والثقه بقت موجوده بشكل كبير جدا جدا ما بين جمهور النادي الاهلي ومحمد الشناوي، بتحديد اخر سنتين السنه دي والسنه اللي فاتت يعني. لعيب وحارس مميز قوي قوي، واضافه بكل تاكيد للنادي الاهلي محمد الشناوي. الاهم برضو دايما دايما الاستمراريه بالنسبه لاي لعيب في مستواه الجيد ان شاء الله باذن الله تعالى. علي لطفي بيكتفي بجلسه في الجيم. حكايه علي لطفي ايه؟ علي لطفي كان عنده قبل مباراه الجيش كده زي اجهاد في عضله السمانه، فبالتالي غاب عن المباراه، ما كانش موجود في القائمه يعني، وبيكتفي خلال تدريبات اليوم بأداء جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران. طيب بأخبار بعض المصابين كمان، سعد سمير سافر النهاردة خلاص لألمانيا عشان يعرض حالته على ماركوس فولتر، ده الطبيب اللي أجرى جراحة ووتر أكيلس لسعد سمير، وعشان يتم تحديد كمان برنامج العلاج الخاص باللاعب خلال الفترة اللي جاية، وتحديد مدة بقاء سعد سمير كمان في ألمانيا خلال الفترة الحالية، وموعد عودته للقاهرة عشان يستكمل برامجه العلاجية. نتمنى له العودة سريعا بإذن الله. سعد سمير أحد اللاعبين المميزين في الحقيقة في خط الدفاع. طيب كمان فيما يتعلق بحمدي فتحي، وإحنا من يومين ثلاثة كده جبنا حمدي فتحي مداخلة واتكلمنا معاه باستفاضة في بعض الأمور الهامة،
وطمنا عليه بشكل كبير جدا. الامور بالنسبه لحمدي فتحي ماشيه في الاطار الايجابي، ويعني هو كان سافر الفتره اللي فاتت في يعني من خلال يومين كده تم عرض حالته ايضا على الطبيب الالماني هيرمان ماير، واللي اجرى ليه جراحه غضروف الركبه. عنده طبعا تدريبات علاجيه او علاج طبيعي خلال الفتره الحاليه في استاد مختار التتش، وامر ايضا مهم جدا فيما يتعلق بحمدي فتحي من العناصر اللي بيفتقدها النادي الاهلي بكل تاكيد. طيب محمد محمود وحمدي فتحي بالمناسبه هيرجعوا المانيا خلال اسبوعين لاستكمال برنامجهم العلاجي والبدء في المراحل الاخرى في اطار مراحل عوده اللاعبين للتدريبات الجماعيه مع الفريق. لسه قدامهم شويه، بس دايما دايما بيبقى مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نتابع حالات لاعبي النادي الاهلي المصابين يعني في الحقيقه. وبرده بالمناسبه الشيء بالشيء يذكر يا جماعه، الناس بتتكلم على اصابات النادي الاهلي، ما شاء الله لو ما نيجي نبص للقائمه دلوقتي هتلاقي اصابه عضليه واحده بخلاف علي لطفي مثلا ايه رمضان صبحي. فالسنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت لو افتكر كده مع بعض كان في عدد كبير قوي تقريبا كده تقريبا يعني كل فرقه كان عندهم اصابات عضليه، لكن بخلاف الاصابات العضليه عندك الاصابات اللي هي بتبقى طويله اللي بتاخد وقت اللي هي مثلا الصليبي والغضروف سواء بقى او واتر اكيلس سواء بتتعلق بسعد سمير حمدي فتحي محمد محمود، يعني دي الاصابات الطويله دي ما لهاش علاقه بالجوانب العضليه. فده امر مميز جدا وبيدل على اهميه الجهاز الاستشفاء اللي استخدمه مسؤول النادي الاهلي ومدى تاثيره الايجابي بالنسبه للاعبين، خصوصا في ظل كمان المباريات المتتاليه. لو نفتكر ايضا السنه اللي فاتت كان في فتره كده في مباريات ورا بعض فالاصابات كانت كتير، لكن الاهلي بيتدارك مشاكله بشكل مميز، وبرضه ده دليل مهم قوي يا جماعه ان الاصابات العضليه قليله. طبعا نتمنى الاصابات ما تبقاش موجوده خالص، يعني برضه عشان ابقى متفق مع حضراتكم عشان ما حدش يقول لي يا عم انت بتتكلم كده وبتقول كلمتين عشان لا، نتمنى الاصابات كلها ما تبقاش موجوده، لكن الاصابات جزء من كره القدم بالمناسبه يعني. لكن السنه دي في الحقيقه الاصابات اقل شويه، نتمنى ان هي تختفي تماما، واكيد في شغل في هذا الجانب يعني. طيب بكره الفريق هيبقى عنده تدريب الساعة 4 العصر، هيخلص التدريب إن شاء الله يتم الإعلان على القائمة ويتحرك بإذن الله لمدينة الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق هناك قبل مباراة استاد الماكس مع المصري بإذن الله بعد بكرة. مستر فايلر كمان كان ليه تصريحات مهمة جدا واللي بيتكلم فيها على إننا أو على إن النادي الأهلي بيركز في مباراة المصري لاستكمال انطلاقة الأهلي القوية بالدوري، وقال إن المباراة مهمة جدا جدا وصعبة، وإحنا مهم كمان بالنسبة لنا، ده تصريحات مستر فايلر يعني، إن إحنا نحقق الفوز ونواصل الانتصارات المتتالية بالنسبة للفريق. قال كمان إن المرحلة كلها صعبة لكن إحنا مركزين بس في مباراة المصري، مش مركزين بأي شيء آخر بخلاف مباراة المصري. قال كمان ان احنا درسنا المصري بشكل جيد جدا، ودي سمة اساسية من سمات الجهاز الفني الحالي بالمناسبة اللي بيذاكر كويس قوي، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده كتير قبل كده، بيذاكر كويس جدا جدا الفرقة اللي هيقابلها، وده بيبان على مدار احداث كل مباراة بالمناسبة يعني سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. يعني دي كانت تصريحات مستر ريني فايلر اللي ماشي بشكل ممتاز مع الفريق حتى الان، نتمنى لهم يا رب الاستمرارية وكل التوفيق خلال المرحلة الحاسمة المقبلة. المرحلة دي اللي جاية دي اهم من اي شيء فات، اهم من اي مباريات فاتت، اللي جاي مصيري، اللي جاي هيكسبك بطولات، عندك بطوله السوبر ان شاء الله تفرح بيها، عندك بطوله الدوري بتحاول تحسمها بشكل مبكر من خلال مواجهات المصري والزمالك يوم 24، عندك بطوله دوري ابطال افريقيا ودور الثمانيه اللي يأهلك باذن الله لنصف النهائي. وبالمناسبه يا جماعه يعني باذن الله لما نكون موفقين في مباراه سان داونز هنبقى قطعنا شوط كبير جدا لتحقيق اللقب يعني، لان سان داونز من اصعب الثمان فرق الموجودين، دي حقيقه وده امر واقع كلنا مقرين بيه يعني. الكابتن او المهندس خالد الدرندلي رئيس هيكون رئيسا لبعثه الاهلي في الامارات، وده قرار من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واللي كلف خالد الدرندلي امين الصندوق لرئاسه بعثه النادي الاهلي في الامارات لخوض مباراه السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 20 فبراير الجاري في ابو ظبي، ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. الفريق طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيسافر يوم 17 اللي هو يوم الاثنين اللي جاي، ويتمرن يومين هناك 18 19 يلعب مباراه يوم 20 باذن الله. طيب خلينا نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي عشان يطمنا على استعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه المصري باذن الله يوم الجمعه. يا ادهم مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ادهم، اخبار التمرين عندك ايه؟
الحقيقة أمير بدأ المران النهاردة في تمام الساعة 11 صباحا من خلال محاضرة من المدير الفني ريني فايلر المدير الفني النادي الأهلي، أكد فيها على أهمية مباراة المصري، مباراة جماهيرية، مباراة قوية جدا، مباراة بيؤكد فيها إن شاء الله النادي الأهلي قدرته واستمراريته في الأداء الجميل والأداء المميز وإحكام قبضته على صدارة الدوري العام. تمام. الملاحظ يا أمير في المران النهاردة هو ارتفاع مستوى الحمل البدني والفني والتكتيكي والخططي عن طريق تقسيم المران لجزئيتين. الجزئية الأولى هي عبارة عن مران تنس أرضي أو طائرة أرضي ما بين مجموعة برع فيها وليد سليمان وأحمد الشيخ وسام عاشور حسين الشحات محمود وحيد، والمجموعة الأخرى كان في استغلال الكرات العرضية وتسديد من خارج منطقة الجزاء، وكمان عبارة عن تقسيمة تألق فيها كهربا اللي كان ليه جلسة خاصة النهاردة مع المدير الفني ريني فايلر. طبعا محمود عبد المنعم كهربا النجم من النجوم في الخط الهجوم للنادي الأهلي بيعول عليهم خلال الفترة المقبلة. كمان كان في جلسه اكثر من رائعه ما بين المدير الفني ريني فايلر وكابتن شريف اكرامي، قد ايه بيعبر عن امتنانه وحبه وتقديره لشريف اكرامي، وده بيبين قد ايه المدير الفني ريني فايلر عينه على كل لاعب في الفريق. حابب اطمن جماهير النادي الاهلي على رمضان صبحي، كان في النهارده جري خفيف ما شاركش في المران، لكن زي ما بنقول يوم عن يوم بنتاكد من سلامه الاصابه والتعافي التدريجي ان شاء الله عشان يشارك تدريجيا في المباريات. بالنسبة لعلي لطفي اكتفى بمران في الجيم ما شاركش، كان في مران قوي لحارسنا محمد الشناوي ولمصطفى شوبير، برع فيه مصطفى شوبير الحقيقة للتصدي للكرات، ده كان كل ما لدينا بخصوص التدريب. طبعا المرحلة المقبلة مرحلة محتاجة تركيز، محتاجة جهد، محتاجة جهد بدني، لأن النادي الأهلي مقبل على كم من المباريات في مختلف البطولات. طيب يا أدهم، أنا عارف إن مستر فايلر بيهتم قوي بالتقسيمة اللي بتبقى مع نهاية كل مران، قول لي الملامح التقسيمة النهاردة كانت عبارة عن إيه؟ مين بالظبط اللي تألق بخلاف كهربا؟ يعني احكي لنا شوية عن التقسيمة والتدريبات بشكل عام. الحقيقه كان المدير الفني ريني فايلر مهتم بالكرات العرضيه، كان في تركيز جدا، كان بيقوم بارسال الكرات العرضيه حسين الشحات، كان في حسام عاشور، وليد سليمان، كهربا، احمد فتحي، كل الناس دي كانت، ومروان محسن وجونيور اجاي، كان في كمان تدريب اضافي لاليو باتجي على ضربات الراس، كان مهتم جدا بضربات الراس وقد ايه انها ممكن تفرق في المباريات المقبله. كمان كان في تركيز على التسديد من خارج منطقه الجزاء، ازاي اقدر اوجد الفرصه قدام حارس المرمى وان انا اسدد عليه. وبرع والحقيقه وتالق في التمرين محمود متولي، كان ليه تسديدات اكثر من رائعه، وحسين الشحات احرز هدف اكثر من رائع النهارده، كويس، نال عليه اعجاب واشادات الجهاز الفني. كويس، ده امر مهم جدا. طيب انا بشكرك ادهم شكرا جزيلا، زميلنا العزيز ادهم ندم رئيس القناه الاهلي، واللي وضح لنا الصوره بشكل اكبر بخصوص مران الفريق النهارده، والشيء الجيد اللي قاله ادهم في الحقيقه موضوع حسين الشحات، ونتعلق على مدار التدريبات اليوم بالتحديد في تقسيمه الفريق النهارده مع نهايه المران، وامر مهم لان حسين من العناصر المميزه جدا في صفوف فريق النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، يعني اداؤه قل نسبيا عشان نبقى بنتكلم بصراحه، لكن هيرجع لان حسين شخصيه كويسه جدا وقويه جدا في الملعب، ولاعب مميز في الحقيقه من الجانب الفني، والاهلي محتاجه بشكل كبير جدا، وده بيحصل طبيعي لاي لاعب يا جماعه بالمناسبه، لان في بعض الانتقادات بتوجه لحسين، ده امر طبيعي، مفيش حد بيفضل في التوب فورم بتاعه على طول، مفيش الكلام ده، مش 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 منطقي يعني، فان شاء الله يرجع سريعا خصوصا في ظل المباريات الصعبه جدا على مدار الفتره اللي جايه. عندنا ايه تاني النهارده؟ عندنا كلام كتير جدا، خليني اقول لحضراتكم ابرز مباريات اليوم. مفيش مباريات في دوريات، لكن هي مباريات في كأس إيطاليا، مثلا ميلان مع يوفنتوس، كأس فرنسا في أبينال مع سانت إتيان، وكأس ملك أسبانيا ريال سوسيداد مع ميرانديز. أعتقد يا جماعة في مباريات غير دول يعني النهارده، لكن في كل الأحوال بنتابع كل الأمور في جميع أنحاء العالم، ويبقى الأهم بالنسبة لنا دايما آخر أخبار وكواليس النادي الأهلي، عشان كده تعالوا نشوف الكتب إيه على النادي الأهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الأخبار: لا وقت للراحة ولا مجال للفرحة في الأهلي. فايلر: انفرادنا بالقمة لا يقلل من حماسنا، وهذه هي كلمة السر. الأخبار المسائي: يا مرحبا بالتأجيل، الأهلي يبدأ الاستعداد للمصري وبرنامج خاص من فايلر لتجهيز بادج. روز اليوسف: الأهلي يحذر من الفتنة، فايلر يطالب لاعبيه بعدم الانشغال بالسوبر والقمة قبل موقعة المصري.
المصري اليوم: فايلر يحسم موقف الأهلي من تأجيل قمة الدوري، مكافآت للاعبين عقب ثلاثية طلائع الجيش، تجهيز بادجي لقيادة الهجوم أمام المصري. الشروق: بادجي يقود هجوم الأهلي أمام المصري، برنامج بدني خاص للمهاجم السنغالي قبل مواجهة الجمعة، الجهاز الفني يجهزه للسوبر، ورمضان صبحي يشارك في التدريبات الجماعية خلال يومين. الوطن: توصية في الأهلي بطردية محمد الشناوي والتجديد لكبار الفريق لمدة موسم، فتحي يرفض المدة المقترحة للبقاء، تحفيز اللاعبين بمكافآت خاصة، إنهاء تأشيرات السفر إلى الإمارات، مطالبة مدير الكرة بضبط النفس، وفايلر أضع التشكيلة ليلة المباراة. الوفد: الأهلي يستعد لمواجهة المصري بدون راحة، فايلر يحذر من نغمة حسم الدوري ويرفض الهجوم على الشيخ. أخبار الأهلي في الصحف الكلام فيها بخصوص المرحلة بشكل عام، وبالتحديد بخصوص مباراة المصري، وأخبار مختلفة عن بعض اللاعبين. يعني خلينا نبتديها بجريدة الأخبار واللي اتكلمت وقالت إيه النهاردة. خلينا نشوف. قالوا إن مفيش أي وقت للراحة خالص بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وكمان مفيش مجال للفرح، ده أمر طبيعي وبديهي جدا، وحاجة إحنا متعودين عليها في النادي الأهلي. أه بتكسب وبتفرح يوم الفوز بس، لكن تاني يوم على طول بتفكر في التحدي المقبل بالنسبة لك يعني. فده أمر معروف، مفيش وقت للراحة، ده أيضا يعني ملاحظين، وإحنا التدريبات على طول مستمرة لأن المباريات كلها مضغوطة في فترة زمنية قليلة. فايلر بيتكلم على انفراد الأهلي بالقمة، وإن ده ما بيقللش إطلاقا من حماس لعيبة النادي الأهلي، لازم الشغف يفضل موجود، لازم الحماس يفضل موجود. وبيتكلم عن كلمة السر في فوز النادي الأهلي، وتطرق فيها سر الانتصارات، يعني على حسب الموجود في الخبر إن دايما هو بيبقى مدي فرصة لكل اللاعبين إن هم يشاركوا، اللي يثبت نفسه جوه التدريبات يقدر يشارك في المباريات. وإحنا فعلا بنشوف مع مستر فايلر عدد كبير جدا من اللاعبين بيشاركوا في المباريات بشكل عام، وده أمر إيجابي جدا، لأن أنت بتلاقي في الأوقات الصعبة زي الأوقات اللي جاية دي جاهزية أكبر كم ممكن من اللاعبين. أي لاعب بيلعب بنلاقيه جاهز ما شاء الله، وده بان في مباراة المصري، أو عفوا في مباراة الطلائع اللي لقينا فيها عدد كبير جدا من اللاعبين اللي مثلا ما شاركوش مباراة بيراميدز، تقريبا كان في 4 تغييرات، كل اللي شاركوا أدوا بشكل ممتاز بصراحة، ده أمر إيجابي جدا عند المدير الفني الحالي للنادي الأهلي. تعالوا نروح للأخبار المسائي، وبيتكلموا في جزئية هنعلق عليها، وبيقول لك إيه: يا مرحبا بالتأجيل، قصدهم يعني على تأجيل مباراة القمة في 24 من الشهر الجاري اللي هي في بطولة الدوري. آخر حاجة من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إيه، عشان برضو نبقى مع بعض كده ونفكر بعض، لما مدير الكرة هيقول كده يبقى ده كلام رسمي من مدير الكرة، ده مدير الكرة في نادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. قال إيه؟ قال: يا جماعة إحنا جاهزين لكل المباريات، وبنحترم جدول الدوري، وده معروف عن النادي الأهلي. دي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. إذن مفيش أي جديد بخصوص موضوع التأجيل، ممكن تكون اجتهادات من بعض الصحف عادي، الكل بيجتهد مفيش مشكلة، لكن الواقع إيه لحد دلوقتي؟ إن الأهلي مستعد لكل المباريات، وإن الأهلي بيحترم جدول الدوري. ده فيما يتعلق بالجزئيه دي. الاهلي يبدا الاستعداد للمصري، وبرنامج خاص من فايلر تجهيز بادجي. اتكلمنا على جزئيه تجهيز بادجي خلال التدريبات واستعدادات النادي الاهلي لمباراه المصري، مباراه قويه جدا بكل تاكيد. المصري كمان الماتش الاخير فاز 3-0 على وادي دجله، ولما كسب وادي دجله اقاله تاكيس جونيوس المدير الفني اليوناني، فعندهم معنويات مرتفعه بكل تاكيد، فالمباراه هتكون صعبه، ده امر مؤكد. روزا اليوسف: والأهلي يحذر من الفتنة، فايلر يطالب لاعبيه بعدم الانشغال بالسوبر والقمة قبل موقعة المصري. طبعا طبعا ده أمر مهم جدا، وده حديث الجهاز الفني مع اللاعبين بشكل بديهي جدا. ليه؟ لأن أنت دلوقتي ممكن تركز في ماتش الزمالك أو مباراتي الزمالك مع بعض سواء في السوبر أو في الدوري، وتنسى مباراة المصري، بل بالعكس ممكن مباراة المصري بتزيد أهمية. هتقول لي إزاي يعني ما ماتش الزمالك بيبقى؟ لا، بتزيد أهمية. ليه؟ لأن أنت لو كسبت المصري تمام، معنوياتها تفضل مرتفعة، تبقى جاهز، الثقة تبقى موجودة قبل ماتشين مهمين جدا طبعا، مباراتي الزمالك. لا قدر الله تعادلت أو خسرت، هيبقى بقى في إيه كلام كتير من الصحف، من انتقادات من بعض الجماهير، ده الأمر طبيعي دايما يعني في الكورة بكل الأحوال، لكن ممكن الثقة تهتز سنة، مش عايزين الثقة تهتز إطلاقا في المرحلة الحالية قبل المباريات المهمة
والاكثر اهميه بعد مباراه المصري مباراتي الزمالك وصن داونز بكل تاكيد. ماشي، تعالوا نروح للمصري اليوم. المصري اليوم يحسم موقف الاهلي من تاجيل قمه الدوري، قصدهم على حسم فايلر يعني، وان يعني هياخدوا راي فايلر والكلام ده اجتهاد برضو من مصري اليوم يا جماعه. واخر حاجه احنا قلناها لحضراتكم وهي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مكافئات للاعبين عقب ثلاثيه طلائع الجيش ده طبقا للائحه دايما، الامور تبقى ماشيه بنظام جدا. تجهيز بادجي لقياده الهجوم ده معروف خلاص، مش شرط على فكره يلعب اساسي برضه في ماتش المصري يعني، بيتم تجهيزه لكن طبق الرؤيه الفنيه للمدير الفني مستر ريني فايلر هو الادرى بلاعبته وبالتشكيل الانسب لكل مباراه يعني، والراجل بينجح بصراحه في كل مباراه. تعالوا نروح للشروق، والشروق بتقول ايه؟ بتقول ان بادجي يقود هجوم الاهلي امام المصري. تمام، من وجهه نظرهم ما فيش مشكله خالص يعني، الناس كتير بتتوقع الجزئيه دي عادي، لكن برضه هنشوف مستر فايلر هيعمل ايه يعني. برنامج بدني خاص للمهاجم السنغالي اتكلمنا فيه، الجهاز الفني بيجهزه للسوبر. ماشي، رمضان صبحي يشارك في التدريبات الجماعيه خلال يومين، ده حقيقي. ماشي، تعالوا نروح لخبر اخر من الوطن. الوطن كاتبه يعني عنوان طويل قوي قوي، بيقول لك ايه؟ ناخدها كده واحده واحده. توصيه في الاهلي بطرديه محمد الشناوي. الراجل بيتالق بصراحه، والفتره اللي فاتت هو يعني احسن حارس في مصر، ومش هنكون بنبالغ لو بنقول ده من احسن الحراس في افريقيا يعني، ده حقيقي. حته بقى طرديه مش طرديه ده امر متروك للمسؤولين، هم ادرى بكل شيء ومصلحه اللاعب ومصلحه النادي، ده امر احنا يعني ايه هننتظر بس اعلان النادي الاهلي بخصوص هذه الجوانب يعني، ونعلنه لحضراتكم. التجديد للكبار او لكبار الفريق لمده موسم، لسه الامر ما اتحسمش وما اتفتحش بشكل رسمي موضوع ملف التجديد ده. هم كمان بيقول لك ايه؟ بيقول لك فتحي يرفض المده المقترحه للبقاء اللي هي موسم يعني، برضو الكلام ما اتفتحش بشكل رسمي خالص بخصوص ملف التجديد سواء مع فتحي او الثلاثي عاشور واكرامي ووليد سليمان. تحفيز اللاعبين بمكافئات خاصه، انا واثق جدا لعيبه النادي الاهلي زي ما حضراتكم واثقين جدا كجمهور للنادي الاهلي ومحبين للنادي ان لعيبه النادي الاهلي مش مستنيه تحفيز يعني، هم متحفزين خلاص، خصوصا لما تيجي مباريات زي المباريات القويه دي يعني. الناس اللي لعبت كره تعرف ان المباريات القويه اللي زي دي اللعيبه بشكل عام بيبقوا حابين قوي اللي يشاركوا فيها، يلعبوا يتالقوا فيها، يسعدوا الجمهور، لان هي مباريات بطولات يعني، بخلاف طبعا الحوافز الماديه يعني، ده امر بيبقى برضه متروك للمسؤولين عن الكره في النادي الاهلي. انهاء تاشيرات السفر خلاص خلصت، مطالبه مدير الكره بضبط النفس، مش عارف ده يعني بناء على ايه يعني، الراجل بيصرح وليه تصريحات معينه، برضو ده امر ما بيتمش الاعلان عنه لو في اصلا، لكن الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ، ما فيش مشاكل. فايلر بيتكلم على انه بيضع التشكيل الخاص لكل مباراه قبل المباراه بيوم على طول يعني، او ليله المباراه تحديدا، ده امر خاص يعني بالمدير الفني برضو. اخر خبر هعلق فيه مع حضراتكم، هعلق عليه مع حضراتكم، هو خبر الوفد. والاهلي يستعد لمواجهه المصري بدون راحه، فايلر يحذر من نغمه حسم الدوري. نغمه حسم الدوري يعني هي نغمه موجوده والبعض بيحاول يصدرها بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي مدرك جدا مدى اهميه كل مباراه في مشوار بطوله الدوري، ومدرك جدا جدا ان بطوله الدوري لسه مشوارها طويل، وعارفين كويس قوي ان احنا لسه ما خلصناش مباريات الاهلي في الدور الاول. ماشيين بصراحه بشكل ممتاز، من افضل المواسم في تاريخ النادي الاهلي هو الموسم الحالي من حيث الانتصارات ومن حيث الاداء ومن حيث الاهداف ومن حيث الشباك النظيفه في عدد المباريات، استقبلنا 3 اهداف بس، فاجابات كتيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري السنه دي. لكن الحسم لسه بدري، الحسم لسه بدري. بتاخد خطوات ان انت تحاول تحسم بشكل مبكر عشان تحدياتك الاخرى تتفرغ ليها، لكن لسه بدري على الحسم. ويرفض الهجوم على الشيخ. موضوع احمد الشيخ يا جماعه، احمد الشيخ دايما في بعض اللاعبين كده في الحقيقه يعني، بتلاقي الناس يعني بتنتقدهم على طول، حلو وحش بنتقد، مش بلعه، انا مش بلعه. بعض الجماهير على فكره، مش بتكلم على الجمهور كله يعني، في ناس بتحبه وتكره عادي يعني، احنا شعب عاطفي شويه، بنتعاطف مع حد وممكن ما نتعاطفش مع حد تاني، واخدين عنه انطباع اولي، فيعني الكلام ده ممكن يكون موجود. لكن الاهم دايما بالنسبه لنا كلنا هو تقييم المدير الفني. المدير الفني بيقيم احمد الشيخ ازاي؟ اتسال في المؤتمر الصحفي السابق يعني، وسالوه رايك كيف احمد الشيخ ورايك كيف اداؤه وكلام، قال لك احمد الشيخ لاعب مميز جدا، من اللاعبين اللي بيفيدوني بشكل كبير جدا، ولاعب انا بعتمد عليه ومن العناصر المميزه عندي فريق النادي الاهلي. فالراجل حسم القصه دي. مش منطقي المدير الفني يطلع ينتقد لعيب معاك، ما فيش مشكله، مع انها بتحصل في بعض الانديه، لكن في نفس الوقت الدليل الكبير
او الدليل الاكبر على اعجاب مستر فايلر بقدرات احمد الشيخ هو مستواه الفني وايضا اشراكه في المباريات. احمد الشيخ بيشارك في عدد كبير من المباريات خلال المرحله اللي فاتت في الحياه مستر فايلر، فبالتالي احنا بالنسبه لنا كلنا كجمهور نتمنى التوفيق لاحمد الشيخ، نتمنى التوفيق لكل الزملاء احمد الشيخ وكل لاعبي النادي الاهلي بشكل كامل في الفريق. ما يهمناش مين مثلا انا مش حابب انه يلعب او مين حابب انه يلعب، كلام من ده متروك للجهاز الفني. مستر فايلر وناجح في كل الامور دي في الحقيقه يعني، فكل التوفيق لاحمد الشيخ وكل اللاعبين وللجهاز الفني وبالتحديد مستر رينيه فايلر. دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع هنروح نشوفها بس بعد ما نروح لهذا الفاصل، استنونا. اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ يلا بينا. سوبر كورة، الأهلي يحدد موعد التجديد لرباعي الكبار ليس الشهر الحالي. 1-3 عرض خليجي يهدد بقاء نجم الأهلي في القلعة الحمراء. اليوم السابع ثلاث أندية محلية تطلب ضم حارس الأهلي في الصيف. يلا كورة، مصدر غياب سيد عبد الحفيظ عن مباراة المصري غير قانون. الوطن سبورت، الاهلي يجبر سان داونز على خوض مباراتين في 72 ساعه قبل موقعه دوري الابطال. نبتدي بايه؟ نبتدي بسوبر كوره وملف التجديد من ضمن الملفات الهامه اللي دايما الكل بيسال فيها في الحقيقه يعني، بيقول لك الاهلي يحدد موعد للتجديد للرباعي الكبار ومش هيكون الشهر ده طبقا لخبر سوبر كوره واجتهادهم في الحقيقه، لكن هو اجتهاد منطقي بصراحه يعني. نيجي نتكلم في الخبر ده هنقول ان الخبر ده منطقي جدا. ليه؟ لان طبعا الفتره الحاليه والمباريات اللي جايه كلها مباريات صعبه، مفيش وقت خالص للحديث بخصوص ملف التجديد. الله اعلم الناس في النادي بيفكروا ازاي، بس انا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي يعني. منطقيا لا، التوقيت الحالي ما اعتقدش هيبقى في كلام في موضوع تجديد عقود لاعبين، لكن هم لاعيبه مهمين، ممكن يكون في توقيت مناسب اخر بيحدده مسؤولي النادي الاهلي. دي امور مطروقه للمسؤولين عن الكره في النادي الاهلي وده حقيقي، لكن في نفس الوقت التوقيت الحالي اعتقد الموضوع فيه صعوبه وان خبر سوبر كوره منطقي نسبيا يعني. والله اعلم ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، لو في اي جديد واي معلومه حقيقيه اكيد بناكدها لحضراتكم يعني، ده امر مؤكد. 1-3 وبيقولوا ان وليد سليمان جاي له عرض من احدى الدول الخليج وعرض يعني الناس بيتواصلوا معاه، هو مفيش اي عرض رسمي يعني بالنسبه لوليد لكن كلها يعني محادثات شفهيه. قرار وليد سليمان انا هقوله لحضراتكم وانا واثق من القرار ده، اللاعب بيتمنى استكمال مشواره مع النادي الاهلي لغايه لما يعتزل بعد عمر طويل في الملاعب يعني. لكن اللي هيحصل الفتره الجايه احنا مش عارفين، هل وليد سليمان عنده عروض؟ طبيعي جدا لعيب بامكانيات وليد ان هو يكون عنده عروض، طبيعي جدا ما فيهاش اي حاجه يعني. لكن القرار هيكون ايه في النهايه ده اللي هنعرفه، قرار وليد معروف، قرار النادي الاهلي هيتم الاعلان عنه قريبا في الفرصه المناسبه والتوقيت المناسب بكل تاكيد يعني. اليوم السابع وبتقول ان في ثلاث انديه عايزه تضم علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي، وعلي بصراحه من الحراس الكبار جدا، لعيب وحارس منتخبات يعني، الراجل لعب في كل المنتخبات الوطنيه، حارس مميز. دايما الفرص دلوقتي هتكون صعبه طبيعي جدا في النادي الاهلي لان عندك ما شاء الله الشناوي ماشي بشكل ممتاز يعني ما شاء الله، لكن طبيعي انه يجي له عروض. ما فيش حاجه رسميه وصلت النادي الاهلي برضه احنا بناكد لحضراتكم، لكن الصيف لما يجي الكلام يتفتح في الحاجات دي، سواء بقى باستقدام لاعبين باستغناء عن لاعبين، دي امور احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل مستقبلا يعني، الامور بتتغير ما بين يوم وليله انتوا عارفين. لكن امكانيات علي لطفي ما حدش يختلف عليها طبعا يعني، لعيب كبير وحارس كبير جدا. يلا كوره، بتتكلم عن ايه؟ بيقولوا ان في مصدر يعني قال لهم في اتحاد الكوره ان غياب سيد عبد الحفيظ عن مباراه المصري غير قانوني، ليه بقى؟ هقول لحضرتك انا ليه؟ وزي مكتوب برده في خبر يلا كوره يعني بصراحه يعني. ايقاف كابتن سيد عبد الحفيظ القرار طلع امتى؟ امتى؟ بين شوطين ماتش الاهلي طلع الجيش، ادي من ضمن الغرائب اللي احنا بنشوفها في الدوري المصري يعني بصراحه. فالمفترض انت مثلا لو عندك لعيب اتعاقب بعقوبه اداريه، اتوقف ماتش
هل ممكن تلعب بيه الماتش اللي جاي على طول وتوقفه الماتش اللي بعديه، ولا لازم يتوقف الماتش المقبل على طول؟ لا لازم يتوقف. نفس الحال المفروض ينطبق على مدير الكرة او على اي واحد في الجهاز الفني او الاداري، طالما واخد عقوبه فالعقوبه كان لازم يتم الاعلان عنها سريعا عشان الكابتن سعد عبد الحفيظ ما يبقاش موجود في مباراه طالع الجيش. فمصدر يعني في اتحاد الكوره بيقول لزمايلنا في موقع يلا كوره ان الموضوع هيبقى غير قانوني لو الكابتن سيد عبد الحفيظ ما او اتوقف في مباراه المصري في الحقيقه. فبرضه دي من ضمن الامور السلبيه، ليه التاخر في الاعلان ايا كان بقى انت متفق مع العقوبه او مختلف معاها، سيبك دي حته على جنب، لكن توقيت الاعلان عن العقوبه ليه ما يبقاش فيه سرعه؟ ده في بقى عقوبات ثانيه بتاخد وقت اكتر من كده بكتير، انا مش عارف ليه بصراحه. هل ما فيش تفرغ مثلا؟ ممكن. نروح للوطن سبورت، والاهلي يجبر صن داونز على خوض مباراتين في 72 ساعه قبل موقعه دوري الابطال. يا جماعه يعني مش للدرجات يعني، صن داونز عندهم مباراه في الدوري ومباراه هتكون في الكاس جنوب افريقيا قبل مباراه الاهلي. مباراه الكاس اكيد هيريح فيها العناصر الاساسيه يعني، وخصوصا ان هي مباراه سهله يعني، فريق مش قوي يعني هيقابلوه في الكاس، فمش هيبقى في ارهاق عندهم ولا حاجه يعني. الاهلي جاهز يا جماعه لصن داونز بكل العناصر اللي موجوده عنده، مفيش اي مشكله. الاهلي قوي وعندنا زي ما قلت لحضراتكم امبارح وحوش في النادي الاهلي يقدروا ان هم يتفوقوا على صن داونز باذن الله تعالى. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع. انا هروح لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن الاخبار المحليه والعالميه، وهنتكلم بالتحديد عن اخبار النادي الاهلي مع ضيفنا العزيز واللي هيشرفنا وينورنا في الاستوديو النهارده الاستاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير، هيكون معنا بعد الفاصل، استنونا. الاستاذ لطفي سعان الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. استاذ لطفي اهلا بيك. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله، نورك الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا النهارده وملفات كتير هنتكلم فيها مع استاذ لطفي السعان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. في البدايه خليني بس استعرض مع حضراتكم اهم الاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. بوابة أخبار اليوم، رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الكاف لمدة 10 سنوات. بوابة سبورت، الجنايني يطالب القطبين بتغيير موعد مباريات دوري الأبطال. مبتدأ، البدري يدرس إعادة الحاوي لصفوف الفراعنة. اليوم السابع، انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي 20 مارس. الكابتن، اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف في يونيو من أجل عيون المنتخب الأولمبي. سوبر كور، السبت اللجنة الطبية تعقد مؤتمرها الأول باتحاد الكرة. بوابة فيتو، فيفا يعتمد إبراهيم نور الدين حكما للفيديو. الوطن سبورت، مصدر علي ماهر مديرا فنيا لوادي دجلة خلال ساعات والخروبي يهدده. بوابة الأهرام، الرئيس التنفيذي لليفربول يكشف عن صاحب الفضل في تعاقدهم مع محمد صلاح. الجمهورية أونلاين، صحيفة الديلي ميل، الكاف يبحث أزمة التسريبات يوم الجمعة. كورة، مدافع غاني يقتحم أجندة ريال مدريد. وأخيرا في الجول، بوكيتينو أرغب في العمل مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، التحدي القادم سيكون رائعا. نبتدي بالاهلي يا استاذ لطفي، ومسيره النادي الاهلي المحليه اللي ماشي فيها بشكل اكثر من رائع حتى الان، انتصارات عديده متتاليه 14 انتصار تحديدا من خلال 14 مباراه. تقييمك للفتره اللي فاتت بالتحديد فيما بعد مباراه الهلال والتاهل لربع النهائي دوري ابطال افريقيا، ابتدينا مباراه البيراميدز ومباراه طلائع الجيش. يعني بما ان بيراميدز كانت تمثل عنق زجاجه بالنسبه للاهلي، عنق زجاجه طبعا على اعتبار ان الاهلي لم يفز على بيراميدز منذ مسماه الجديد، فامر طبيعي تعتبر عنق زجاجه بالنسبه للفريق. طبعا بتبقى مديه ضغط على اللعيبه بشكل كبير جدا، انها ازاي
تخرج من عنق الزجاجه وتحقق اول فوز ليها على بيراميدز، فكان امر طبيعي جدا ان يبقى في توتر في المباراه، كان امر طبيعي جدا ان الفوز يتاخر نظرا لحاله التحفز بين الفرقتين. الكل بيدافع عن وجوده ومكسبه، بيراميدز عايز يواصل الاستمرار، الاهلي عايز يكسر هذا الفوز وايقافه وخطوه الى الامام في سباق بيراميدز والنادي الاهلي على المدار السابق. تمام. بعد بيراميدز طلع الجيش كان برضو نفس الامر، الاهلي عايز يحافظ على الصداره، عايز يحقق العلامه الكامله، عايز يحسم الدوري مبكرا كويس عشان يقدر برضو يشوف ما اذا كان هناك دفع ببعض العناصر الصغيره من الشباب في المراحل المتبقيه كنوع من استكشاف، يعني يعني يشوف اللعيبه ويقدر يحكم عليهم مين هيبقى موجود معاه الفتره الجايه، مين يروح يتحط تحت ضغط المباريات بشكل افضل. تمام. مع الفريق الاول يبقى في نوع من الحراك عند المدير الفني بحيث ان هو يقدر يوفق ما بين كاس ودوري وافريقيا. فبالتالي النادي الاهلي ناجح لحد دلوقتي من جميع الجوانب، فنيا كمان بتتفق؟ مفيش شك طبعا، مفيش شك. الاداء في ماتش طلع الجيش كان احسن، الناس مبسوطه من الاداء بشكل اكبر، رايك ايه في الاداء؟ امر طبيعي ان مباراه طلع الجيش ما فيهاش توتر زي مباراه بيراميدز، هو التوتر في مباراه بيراميدز هو اللي اثر على شكل الاداء. تمام. لكن ما فقدهوش في بيراميدز ورجع له في الجيش، يعني الحسابات اللي بتبقى خاصه بكل مباراه وظروفها، وامر طبيعي. امر طبيعي، مباراه بدليل ما قالت اليه المباراه، ما وصلت اليه المباراه من انذارات وطرد وما الى ذلك. تمام. يعبر عن حاله التوتر لدى الفرقتين وده امر طبيعي جدا لو هناك نوع من هنقول ديربي خاص ما بين بيراميدز والاهلي. طيب المرحله اللي جايه هي المرحله الاكثر اهميه في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم، عندنا مباراه المصري يوم الجمعه بعد بكره باذن الله تعالى، وبعد كده تخش على بقيه المباريات بقى على مدار هذا الشهر، الزمالك ماتشين وماتش سان داونز، والماتش الثاني هيكون في اول الشهر اللي جاي يوم 7 تحديدا. بتشوف المرحله ازاي يا استاذ لطفي، المرحله اللي جايه وايه المطلوب من النادي الاهلي على مدار هذا الكم الهائل من المباريات في ضغط كبير جدا في عدد الايام؟ يعني واضح ان ضغط المباريات في هذه الفتره. تمام. امر طبيعي جدا ولا مفر منه اذا كان هناك نوع من انواع الالتزام بجدول المسابقه. تمام. تمام. الاهلي زيه زي الزمالك بيلعب في افريقيا، بيلعب محلي، امر طبيعي جدا انهم الاثنين عندهم نوع من توافر اللاعبين على الدكه وفي الملعب بشكل كبير جدا، فان هو ممكن يعمل نوع من التبديل السريع للمراكز مع اللاعبين، ده متاح جدا في ايه في الناديين. تمام. ما اقدرش اقول ان هو موجود في نادي تاني. امر طبيعي ان انا هيبقى عندي ضغوط في الماتش اللي جاي. امر طبيعي ان انا هيبقى عندي تحفز في المنافسه، انا عندي مشكله ان سان داونز عايز اعمل عليه سكور برضو و سكور؟ محتاج سكور ولا محتاج التأهل؟ لما هقول لك على حاجه، التأهل ده امر طبيعي. تمام. التأهل ده أمر طبيعي. الأهم إيه؟ الأهم التأهل. تمام. لكن برضه خلي اللاعب دايما بيبقى حاطط في خياله وهو بيلعب إن أنا طب إحنا ليه ما نكسرش الرقم؟ ما هو برضه أنت بتتعامل مع بشر مش مع قوالب بتدي له أوردر، فهو إيه؟ لا أنا عايز كذا بس، لا يعني برضه عنده حافز إن هو يدي سكور في الأهداف، يدي عرض كويس يرضي جمهوره، متحفز ان هو عايز يقول انا نادي القرن، ممكن اتعثر امر طبيعي جدا وده وارد في الكوره، مفيش فيه اي ازمه. بالظبط. لكن في النهايه بواصل مسيرتي بشكل كبير جدا. فمباراه بيراميدز مباراه سان داونز مهمه جدا للفريقين، يعني برضه هيبقى في تحفز برضه للفريقين. كمان مباراه المصري مهمه للاهلي برضه بشكل كبير جدا، ومهمه للنادي المصري بشكل اكبر.
عشان يحسن من موقعه في الدوري الممتاز. برضو دي محك للمصري ومحك للأهلي إفريقيا. أكيد. الفريق بيلعب كونفدرالية وفريق بيلعب دوري أبطال، فأمر طبيعي أنها تبقى محك كبير جدا للفرقتين أنها تقدر تأدي أداء ما نقدرش نقول عليه محلي، نقدر نقول عليه أداء قاري بالنسبة للفرقتين المصري والأهلي. تمام. بتشوف تعامل مستر فايلر بالتحديد مع فريق النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت كلها، وبالتحديد لحد آخر مباراة مع طلائع الجيش، بنشوف تغييرات في التشكيل، بنشوف كم هائل من اللاعبين بيشاركوا وبجاهزية فنية وبدنية رائعة. تقييمك للجزئية دي تحديدا أستاذ لطفي؟ هو أقيمها فنيا ولا أقيمها إعلاميا ولا أقيمها من كل الجوانب؟ من كل الجوانب زي ما أنت حابب. لو هقول لحضرتك عشان برضو يعني، لأن بيبقى في جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، طب هو ليه بيلعب ده وليه بيأخر ده وليه مريح ده؟ هو المدير الفني هو أدرى واحد باللاعبين اللي موجودين، كويس ده رقم واحد، وهو صاحب الكلمة الأولى في من يلعب ومن لا يلعب. أكيد. مسألة ان انا بلعب ده وبقعد ده موضوع يخضع ليا المدرب، حتى مش يطلع يقول ده انا بلعبه ليه وبلعبوش ليه. حتى الاجابات اللي بتبقى تعقب المؤتمر الصحفي اجابات دبلوماسية وليست اجابات فنية. فامر طبيعي جدا ده من ناحية التناول. هل المدير الفني مجبر ان هو يجاوب اجابات فنية؟ لا طبعا مش مجبر. لا طبعا. لسبب واحد، يعني هيقول اسراره لخصومه لمنافسيه، امر طبيعي مش هيقول. لكن في النهايه لديه من الحنكه ان هو يتكلم بالدبلوماسيه بشكل كبير جدا. كويس. والاوروبيين في هذا الموضوع بارعين في هذا الامر. عايزين نقول حاجه برضو الى السوشيال ميديا اللي هو دلوقتي اصبحت اله من الات الاعلام. اكيد. فامر طبيعي جدا ان انا اقول يا اما انا عايز نظام يا اما عايز فوضى. هو النظام طالما في نظام لابد ان انا احترم النظام. احنا احيانا بنبقى ماسكين العصايه من النص، عايزين نظام وعايزين فوضى، ما عندناش ما بنفصلش ما بين ان ده نظام وده لا نظام. فامر طبيعي ان انا لازم يبقى سياق المدير الفني هو اللي متفق مع التغييرات ومع الروتيشن اللي عامله في الفرقه، فامر طبيعي ان انا احترم ده واحترم كمان فكره للي جاي، لانه اكيد هو مش باصص النهارده للمباراه او باص تحت رجليه لمباراه واحده، لا باصص ان الشهر ده انا عندي كذا، فده هتعامل معاه ازاي؟ طب مين الجاهزيه؟ طب مين ما في احيانا في بيبقى المدير الفني نظره ان اللاعب مش هيقدر يلعب في مساحات ضيقه، فانا بكده هخلص عليه وهفتقده جوه الملعب، فبريحه بدي مساحه لحد تاني اكتر عنده مقدره انه يلعب في المساحات الضيقه. يعني طبعا. يعني بيخضع ليها تقييم فني مش تقييم هوائي. حلو. الاوروبيين ما لهمش علاقه بمساله ما يحب او من يكره. طبعا. هو بيلعب مع اللي بيكسبه بشكل كبير جدا. هو راجل بيفكر دايما في ارقامه اللي بيحققها، لان هو ده السي في اللي هيحطه بعد كده عشان يروح اي مكان تاني. اكيد اكيد. هو بيتعامل معاه بشكل اكبر ان انا جيت يا جماعه استلمت فرقه عملت 1 2 3 جهزت 1 2 3 طب ليه بقى بقول في المؤتمر الصحفي فلان بيلعب وفلان ما بيلعبش؟ هم الناس برضو مستغربين. عشان اذكر حضرتك لو رجعنا بورا كام سنه، مانويل جوزيه كان دايما يخرج غضبان من الصحفيين في المؤتمرات الصحفيه. وهو كان محق في ذلك، لان في بعض الاسئله بتتسال في المؤتمرات الصحفيه ليس لها علاقه بجوهر المباراه. طبعا. ليس لها علاقه بجوهر المباراه. المؤتمر الصحفي للمباراه هو مؤتمر صحفي لل 90 دقيقه او ما يعني وان زاد الوقت يعني. ده الخاص بالمباراه. لكن الازمه عندنا عشان برضو احنا مش منظمين في حته المعلومات بشكل يومي، فالصحفي ما بيصدق ان هو قدامه المصدر، فبيطلع كل اللي عنده من اسئله في نفس التوقيت. فالناس الاوروبيين بيبقوا مندهشين من اللي بيتسال، لان هم المفروض السؤال على قد المباراه، فيما عدا المباراه خلاص الموضوع منتهي. بالظبط. لا، فاحنا لو عايزين نظام يا ريت نرسخ النظام ونساعد برضو الصحفيين في الحصول على اجابات فيما يتعلق بما هو خارج نطاق المباراه فيما بعد. ده جزء من النظام لابد ان هو يحترم. فنيا حتى الان علامه كامله. بالظبط.
ما تقدرش تتكلم في حاجه. ممكن البعض بيتكلم في بعض الامور الفنيه يا استاذ لطفي بخصوص الاداء في بعض المباريات بيبقى قليل، بعض المباريات بيبقى اداء ممتاز بالنسبه للنادي الاهلي، يعني هي دي الجزئيه اللي الناس ممكن تكون بتتكلم فيها، فانت رايك ايه برضه؟ عدم ثبات الاداء بالشكل اللائق ده، ده بيبقى له متغيرات. هو النهارده انا بواجه فريق النهارده متازم وعنده ازمه، هو عايز اقول حاجه، هو اللي هيلعب قدام الاهلي رايح يتفسح؟ لا طبعا، ده بالنسبه لاي لاعب هي مرحله انتقاليه كبيره جدا بالنسبه له. اولا عايز يقول يقدم نفسه للساحه الاعلاميه، بيقدم نفسه للساحه التسويقيه كلاعب، بيقدم نفسه للساحه الفنيه انه يغازل اكتر من مدرب يشوفه في هذه المباراه. مش بالضروري ان كل واحد يلعب ماتش حلو قدام الاهلي ان انا اضمه للنادي الاهلي، لكن ممكن يروح نادي اعلى من النادي اللي هو فيه، فامر طبيعي جدا ان انا اي فريق هقابله هيبقى شرس معايا، مش هيبقى المباراه بسهوله. بتتعرض احيانا ان المستوى يقل عن المباراه الاخرى، امر طبيعي وارد جدا، المستويات كلها متش. ما احنا ليفربول احيانا بيبقى في شوط موضوع وشوط تاني موضوع تاني خالص في نفس المباراة، مش في مباراة متتالية، لا في نفس المباراة. دايما الناس بتضرب مثل بليفربول، بس برضو زي ما اتكلمت مع ضيفي العزيز امبارح مش متذكر كان مين بخصوص ليفربول، ان هم عندهم ثبات نسبي في المستوى بسبب ان العناصر بقالها فترة بتلعب مع بعض بمدير فني بقاله فترة كبيرة مع الفريق بمشروع معين هم بيشتغلوا عليه وبينجحوا فيه خلال الموسم ده تحديدا. ايضا توحيد طريقه اللعب في ليفربول واحد. بالظبط، احنا شفنا في ماتش الكاس لما لعب فريق الشباب كان يعني انت تحس ان هو ليفربول الكبير هو اللي بيلعب نفس المستوى، نفس الطريقه، نفس الاداء، نفس التحضير، نفس الانطلاقات، نفس يعني واضح ان في فلسفه في ليفربول بتطبق. فامر طبيعي النهارده لما هاخد حد سين او صاد من الشباب هطلعه الفريق الاول، هو عارف مكانه، عارف هيتعامل ازاي، تعامل مع ده امر طبيعي في فريقه، فهيبقى ترس بيدخل بيتركب في المكنه، فامر طبيعي مش محتاج وقت ان هو ينسجم يروح يجي يعمل كل الكلام ده مش موجود. فده برضو يعني جزء مهم جدا ان الناس، يعني انا كنت اتمنى ان حتى الاستديوهات تفرد تحليل لهذا الموضوع. يعني ليه احنا قلبنا كل حاجه خناقه ما بناخدش الحاجه الفنيه الحلوه بالزبط. ان انت تتابعها، يعني حتى الاقبال على مشاهده ليفربول بالشباب كانت قليله على اعتبار لا احنا عايزين الكبار، لكن مهم ان انت تتفرج على الصغارين عشان تفهم سياسه الفريق راح فين، يعني الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي عايزه ايه من الكوره، هل الناس دي بتفكر لمرحله ولا لمراحل جايه، يعني واضح ان الفلسفه اعلى من كده، يعني ان في تركيز كبير جدا طبعاً على ما هو اتي اكيد. يعني وفي دراسه طبعا، يعني لان ده فرق برضو النظام، لان هناك ما فيش حاجه اسمها عمل عام، انت دي شركه امريكيه وبتدير اموال اعلى في الدوري الانجليزي وبتحقق ارباح كويسه، فامر طبيعي انها عايزه تستمر في الارباح بتاعتها بشكل افضل. بالظبط، فمش عايز اطول في ليفربول بشكل بس بمناسبه ليفربول ممكن نقول حاجه، مثلا خبر مثلا معانا من بوابه الاهرام النهارده واللي بيتكلموا فيه على تصريح للرئيس التنفيذي لليفربول واللي بيكشف فيه عن صاحب الفضل في التعاقد مع محمد صلاح. تخيل يا استاذ لطفي، صاحب الفضل مين؟ اتفضل. محللي الفريق اللي هم بيحللوا الاداء الفني من خلال متابعتهم لمحمد صلاح لما كان مع تشيلسي، محمد صلاح لما كان مع فلورنتينا وروما، هم اللي قرروا قالوا يا جماعه اللاعب ده ليه ارقام مميزه جدا مع مختلف الفرق اللي شارك فيها، وده على راس اولوياتنا من وجهه نظرنا كمحللين اداء ان هو يكون متواجد. ده بناء على تصريحات الرئيس التنفيذي اسمه بيتر مور ده المدير التنفيذي ليفربول. فبص الناس بتفكر ازاي والناس بتشتغل ازاي وبينجحوا، خططهم بتنجح من خلال ان هم جابوا لعيب زي محمد صلاح، ده فرق معاهم قد ايه؟ لا اخفى عليك سرا، ليفربول عنده مدرب لرميات التماس. يعني انت واخد بالك؟ جايب مدرب دنماركي لرميات التماس فقط. يعني شفت المراحل واصله لغايه ايه؟ فامر طبيعي اللي بيفكر بهذا الشكل
اكيد عنده سيستم ماشي عليه. محلل الاداء ده ما هو يعني مش بيحلل اداء الفرقه بس، ده بيبص لي على اللعيبه اللي بره كمان وبيقترح عليك وبيقترح اسماء عليك. ما هو ده دور برضو المساله، ما تبقاش يعني مش عايزين دايما نبقى واخدين المواضيع قوالب. ان انا دايما ايه، لا ده انا خليني في الدوري بس المحلي ماليش علاقه. لا، ما انا مطلوب مني اشوف حتى في دوريات اخرى ربما يكون عندي حد كويس. ربما عشان كده التعاقدات بره بتتم بشكل هادئ جدا، صح. والتعاقدات في الداخل عندنا بتتم بشكل فيه ازمات بشكل كبير جدا. ليه؟ لان انت ممكن بتجيب صفقه في اخر لحظه دون ان يكون هناك اي نوع من التمهيد ليها، او انت اصبحت مضطر فهتاخد اي حد موجود عندك وخلاص، او تعرضت لازمه ماليه فبالتالي انك هتفكر في لعيب على قد مستوى الفلوس المتوفره عندك في خزينه النادي. بره ما فيش الكلام ده، لانه عارف ان هو بيكسب قد كده، فعارف ان هو يقدر يجيب لعيب وعارف ميزانيته ايه واموره شكلها ايه. فبالتالي التفاوض بيبقى خلصان، الامور دي كلها بتبقى ايه مرحليه وتمت من زمان واتفق عليها مع مديري الاعمال. وده مش ودي وظيفه مش موجوده في مصر. عندنا وكلاء لاعبين لكن ما عندناش مديرين اعمال بشكل كبير جدا. فامر طبيعي انت بتتعامل مع حد عايز يكبر ياخد اكبر حصيله من النسبه. لكن موضوع مدير اعمال دي مش موجوده عندنا لسه. لسه ما وصلناش احنا لمرحله مدير اعمال. طيب الفتره اللي جايه بقى بالعوده للنادي الاهلي والمباريات اللي قادمه، هل تتوقع ان مستر فايلر يطبق استراتيجيه مختلفه لحساسيه المواجهات، ولا هيستمر باستراتيجيته اللي بتتمثل في التدوير واللي احنا لاحظناها على مدار الفتره اللي فاتت كلها؟ لا، انا شايف ان هو هيستمر في نفس فلسفته، هو ما عندوش تغيير في نفس الفلسفه. بنفس الفلسفه. لكن هو يعني ممكن مثلا ماتشين الزمالك واحد بتشكيل والتاني بتشكيل وارد. وارد. ما تستبعدش. لان القوالب في الكوره مش موجوده بشكل كبير جدا. كاس اسبانيا ما فيش فيه ريال مدريد وبرشلونه. الاثنين خرجوا. الاثنين خرجوا واحد. فامر طبيعي يعني، ما في مين يقول ان الاثنين هيخرجوا يعني. على الاقل واحد هيوصل مثلاً. يعني كحد ادنى. لكن الكوره ما فيش فيها التعامل ده. وبعدين هو شايف التدوير. طب التدوير هيبقى على اي مرحله؟ هل بنسبه 20 او 40 او 30 او 60؟ ده يخضع برضو لمستوى قرايته للمباريات المنافسين. فعشان يقدر يحدد اذا كان هيلعب، امر طبيعي ان هو هيغير لعيبه بشكل كبير جدا. طب هو بيغير ليه؟ لانه هو هيبقى عنده قراءات تانية. المباراه الاولى هتختلف عن المباراه الثانيه بشكل كبير. لان انا في المباراه الاولى هعتقد ان هو هيلعبني بنفس الفلسفه، فهبدا اركز على نفس العناصر. فلما اجي انزل والاقي عناصر تانية غير العناصر اللي موجوده، طب هو في دماغه ايه؟ فهنا بتبقى بتسبب حيره للمديرين الفنيين بره الخطوط. فعشان كده في ناس بتتاخر كتير قوي في قرايه المباراه. شايف ان مستر فايلر بيقرا المباراه بشكل مميز؟ انا شايف ان هو الى حد كبير جدا بيعرف يقرا المنافسين ليه بشكل كويس. ويعرف ازاي يغير من المباراه بسرعه ويلحق نفسه ان ايه، خلاص دي التوقيت ده محتاج 1 2 3. فالقراءات دي كلها دي برضو عين مدرب. لو ما فيش عين تقدر تقرا كويس جدا للملعب، برضو بتخلي المدرب دايما على محك دايما انتقادات وما الى ذلك. لكن في النهايه الى الان هو الراجل بصراحه في ديت ماشي كويس، ومسبب حيره كمان للمدربين اللي بيواجهوا النادي الاهلي بخصوص قرايتهم للفريق، التشكيل اللي ممكن يلعب بيه النادي الاهلي، لان التشكيل مش متوقع ومش ثابت. وده هيخلينا نرجع لنفس النقطه، وهو سياسة أو هي سياسة الروتيشن اللي بيقوم بيها مستر فايلر، واللي بيبان نجاحها خلال المرحلة الحالية من خلال تواجد أكبر كم ممكن من اللاعبين جاهزين. مفيش شك طبعا. يعني حتى بما فيها من اللي قاعدين بره ممكن المباراة دي ما تناسبوش. يعني برضو الناس صح اللي حصلت كذا مرة. ممكن المباراة دي ما تناسبوش. فأنا مش شرط إن أنا عشان أبقى جاهز وقاعد بره إن أنا وحش. أو لكن ممكن دايما الناس بتبقى مستعجله او شايفه ان طب ليه ما بيلعبش. ربما يخرج، تخرج بخبر، تخرج بمعلومه، تخرج بحاجه، ربما تخرج بازمه. لكن في النهايه طالما فرقه الكوره
مستقره وبتكسب وبهذا الشكل يبقى انا عندي في نسبه نجاح، فلازم احافظ عليها على معدلها عشان اقدر استمر واكمل مشواري، لان انا عندي عندي تفكير اعلى من اللي بيفكروا ليا او بيفكروا فيا، اللي هو انا النهارده اللي قاعد بيتابع المدير الفني وشايف انه نزل او ما نزلش بتاع، انت نظرتك لل 90 دقيقه بس، لكن انا مش باصص لل 90 دقيقه، انا باصص لمرحله قدامي. فهنا الرؤيه مختلفه، فالحكم هنا في نسبه كبيره من الخطا ان انا احكم على حد في خلال 90 دقيقه طبعا. ان هو ليه ما لعبش سين وليه قعد صاد وليه التغيير بيتاخر، كل دي مراحل للمدير الفني وليس لاحد يدخله. بنختلف احيانا ان ايه، طب ليه مثلا مستقر على الشحات وليه قفشه هو اللي بيخرج ليه؟ اكيد هو عنده رؤيه، ربما انا شايف ان اللاعب اللي عندي مش هيقدر يؤدي اكتر، مش هاخد منه اكتر من اللي خدته. وبرضه بتيجي مرحله بتلاقي اللعيب حاله الثبات وقفت عنده خلاص، يعني مش هيديني اكتر من اللي خلاص انا خدت اللي انا عايزه خلاص، هو مش هيديني تاني. فانا لازم انزل محرك جديد يقدر يديني اللي انا عايزه خلال ما تبقى من المباراه. وده امر مهم وايجابي جدا، ونتمنى دايما كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله الحاسمه المقبله. اتكلمنا شويه على النادي الاهلي ونتكلم عن بعض الملفات المحليه، استاذ لطفي نستغل طبعا فرصه تواجد حضرتك معانا، وبالتحديد يعني معايا خبر من بابا سبورت بيقول لك ان الجنايني استاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه بيطلب القطبين او بيطلب منهم يعني تغيير موعد مباريات دوري الابطال، وحضرتك عارف القصه دي، وان الاهلي يعني زي ما نقول كده بالعاميه السبق وبعت الميعاد المناسب بالنسبه له للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي اقر بالميعاد ده من 3 ايام او 4 ايام كمان، وقال ان احنا هنلعب يوم 29. نادي الزمالك في المقابل البعض او بعض المسؤولين هناك اتكلموا على اننا احنا بعتنا واحنا كمان عايزين نلعب يوم 29، وليه المشكله وليه الاهلي بيعمل؟ الاهلي ما بيعملش ازمه، الاهلي واخد قرارات او بيدرس الانسب بالنسبه له ايه وبالتالي بيبعت للاتحاد الافريقي، وده اللي حصل. هل من المنطقي زي ما البوابه سبورت كده كاتبه ان عمرو الجنايني يطلب من الناديين ان هم يغيروا المواعيد عشان الدنيا تمشي يعني، ولا هو القرار في الاخر بيبقى الاتحاد الافريقي بالمناسبه يعني. هو يعني الاتحاد الافريقي برضو قبل ما حضرتك تتكلم معلش يعني خاطب النادي الاهلي رسميا بميعاد النهائي للمباراه، الميعاد النهائي بالنسبه لنادي الامارات صن داونز يوم 29 ومباراه اياب يوم 7. اتفضل يا استاذ. هو انا ليه دايما بعاقب اللي بيشتغل؟ حلوه دي. هو انا ليه بعاقب اللي بيشتغل اللي مركز وبكافئ الكسلان؟ صح. ليه دايما؟ ده نموذج لعشوائيه الاداره في مصر. تمام. مع كامل احترامي لسينا او صاد. طالما قعدت على كرسي الاداره فلابد ان انا احط اسس للاداره. في فريق اجتهد وذاكر وخطط ونفذ ليه عاقبه؟ في فريق نايم لسه في العسل لسه ما صحاش، فلما يصحى يقول لا الحقهم، لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده. مع ده عمل احترافي ما فيش ليه علاقه. لو احنا بنفكر بهذا الشكل يبقى قول على الكره المصريه السلام ان احنا مش هناخد خطوه لقدام. تمام. المفترض النهارده ان اللجنه دي جايه بتقول لا ده احنا حاجه مختلفه، ما عندناش قيود جمعيه عموميه، ما عندناش ازمات، ما عندناش ما عندناش ما عندناش. طب ادينا بقى ادينا حاجات احترافيه، ادينا قرارات مهمه، ادينا اليه احترام المجتهد. ما انا ما ينفعش النهارده انك بتعاقبني عشان انا اجتهدت وخدت قرار وبنفذه. لا طب يعني في عرف مين ان حد يقول الكلام ده؟ ايا كان ما يصار او ما يقال، لكن انا اللي بيصير حاله الجدل ديت في مصر طبيعه ان حاله الغموض في كل القرارات وفي كل التصرفات، وان فجاه يبقى في ازمه. طب هو ليه في ازمه؟ الدنيا ماشيه. ما ليفربول لعب في 27 يوم لعب 3 بطولات، شارك في 3 بطولات في 27 يوم. ما قالوا له هتلعب؟ هلعب حاضر. ما قالش لا طب بس انا مش هلعب بالفريق الاول بس هلعب بالفريق الشباب. خلاص ماشي خلاص انت حر تخرج تقعد، ده مش موضوعي. رغم انتقاد يورجن كلوب في التوقيت ده والراجل قال الراجل قال لكن في النهايه قال ايه؟ وسوف التزم بالمحل. طبعا. ليه؟ لإن ده احتراف، مفيش فيه في منظومة ماشية ورا قرار، يعني قرار اتاخد فبيمشي وراه تسويق وبيمشي وراه بس تلفزيوني، بيمشي وراه إعلانات، بيمشي وراه مبيعات تيشيرتات، في قصة تانية ماشية وراه. يعني أنا فجأة أوقف القطر أقول لا
ستوب بقى يا جماعه، احنا مش هنمشي دلوقتي الا ايه اما نشوف ايه القطر اللي جاي ده، ايه ظروفه وعنده مشاكله ايه. مفيش حاجه انت بيعمل الكلام ده يا جماعه. يعني احنا بقينا في ديل الاداره الرياضيه في اي مكان على المستوى العربي، عشان الامور كلها بتدار بالعلاقات او مثلا بالحب زي ما بنقول كده يعني. انا اسف، انا ليا راي تاني. اتفضل. يعني القرارات بتتم بشيء من الجهل، فهو من الجهل في المعلومة فبيوصلك انك تغلط. لا هو فعلا في ناس حتى بتصدر للجمهور معلومات خاطئة جدا، وهم للأسف مقدمي برامج يعني، وبيتكلموا على لوائح غلط خالص ملهاش علاقة بكرة القدم، ملهاش علاقة باللوائح الموجودة على أرض الواقع، سواء في الاتحاد المصري الاتحاد الأفريقي أو كان من ده. دي مشكلة برضه أو أزمة. ما هو أنا لسه منقل شوية إن الجهل الجهل يتعلق بإدارة بإعلام وما إلى ذلك. المنظومة الرياضية بتتعامل في كافة أمورها بشيء من الجهل، لأن ما عندناش إدارات محترفة تم توظيف أو تم تأهيلها إنها تتعامل مع أو تواكب ما يحدث حاليا في كرة القدم، على أساس أنها صناعة وليست دورات للتسلية في رمضان أو ما إلى ذلك، أو في الأجازات، أو في يعني أنت بتلعب بطولة بتنفق عليها دي كده، بتتعامل يعني في بتتعاقد مع لاعبين بكام، بتصرف كام شهريا، بتتعاقد في البث قد كده. طب انا لغايه النهارده مش قادر اقول ان انا هبيع الدوري لقناه اخرى. ليه؟ لان لا عندك جمهور ولا عندك التزام بشكل كبير جدا في المنافسه بشكل قوي. كل ده بيخوف اي حد انه يلعب معاك اقتصاد. تمام. لكن لو في احترافيه في الموضوع هنبدا نفوق، بدليل اللي حصل في السوبر في الامارات، حصل في تضارب ما بين هذا وذاك. يعني ده جاب اعلانات وده جاب اعلانات، طب مين ما هو ما فيش حد عارف، احنا بنشتغل مش عارفين. انا بروح بطلع واقول لا ده احنا تمام وبعد كده طب المشكله دي جت منين؟ طب هنعرف انت استاذ لطفي، هنعرف انت لما الناس اللي بتفهم في شغلها تشتغله. للأسف كل واحد فينا ما بيشتغلش شغلته. ما بيشتغلش يعني البعض، خلينا نقول البعض. نعم؟ البعض. لا معظم. البعض. ماشي. المعظم. أيوة. المعظم ما بيشتغلش شغلته. بالزبط. لما كل واحد هيشتغل شغلته مش هيبقى عندنا ده. ليه؟ لأن خلاص بقت مسائل معروفة واضحة تماما. لكن كل شوية أنا عندي أزمة، لا غير الميعاد، لا نروح، لا نيجي، لا القمة نأجلها، لا أصل القمة وإحنا بعتنا أهوت بقى إيه؟ احنا بعتنا جواب واكدنا على القمه. هو ايه عباره بعتنا جواب واكدنا على القمه؟ ايه العباره؟ هتتلعب في ميعادها ولا لا؟ اللي بيحصل حاليا من اتحاد الكوره يديك شك ان في قرار كلام على عدم. هو قال لك ايه؟ انا اهو بعت وقلت وخلاص، وبعت للامن. عارف يعني ايه بعت للامن؟ يعني بلبسها للامن. يعني الكوره في ملعب الامن بقى، انتوا اللي تقولوا. لا انا نفضت عن ايدي بقى خلاص، عشان ما حدش يجي يتهمني بعد كده. تمام. خلاص يا جماعه، عارف احنا بنبادل بعض الاتهامات عشان ايه؟ مين يشيل الليله ومين ما يشيلش الليله، بغض النظر عن مين اللي غلطان. تمام. طيب في جزئيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نختم، مع الاستاذ لطفي السعان الناقد الرياضي الكبير. الجزئيه المهمه بتتعلق بايه؟ بتتعلق بالكلام اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتكم في بدايه الحلقه، وتاخر اتحاد الكره في الاعلان عن تطبيق تقنيه الفار بشكل رسمي. المعلومه اللي عندنا من الاخر كده، ان امبارح تم توقيع عقود تنفيذ تقنيه الفار في مصر بشكل رسمي. يعني اتحاد الكره لو عايز بكره ينفذ تقنيه الفار هينفذها. يبقى السؤال هنا، ليه اتحاد الكره ما بيعلنش؟ ليه رئيس لجنه الحكام بيطلع يقول تصريحات اللي هو ايه، ادعي لنا وربنا يسهل وما تقطعش؟ ده السؤال هنا، ليه الامور ماشيه في الاتجاه ده، رغم ان خلاص الموضوع المفروض بشكل رسمي في 18 حكم اتحاد الكره حصل على الرخصه الخاصه بيهم، ناقص 50 حكم خلال 10 ايام هياخدوا الرخصه. يعني المفروض من بدايه الدور الثاني بشكل رسمي، احنا بنقول لحضراتكم على عهده برنامج كلام في الميديا، بشكل رسمي المفروض ان الفار يطبق بدايه من الدور الثاني. تاخر اعلان اتحاد الكره عن الجزئيه دي غريب بالنسبه لي، وده اللي خلى الواحد في بدايه الحلقه بينتقد الناس. يعني ليه بتتاخروا في الاعلان؟ ليه بتقول ما تقلقش؟ ليه بتقول ربنا يسهل؟ كل حاجه طبعا تسهيلات المولى عز وجل. ليه بتقول ما تقاطعش؟ خلي تصريحاتك صريحه على طول، هات لنا المعلومه من الاخر. المعلومه اللي عندنا بناكد لحضراتكم، الفار من الدور الثاني. لو ما تطبقش الفار في الدور الثاني هيبقى اتحاد الكره هو اللي عايز كده، هو اللي مش عايز يطبقه.
لكن كل الاجراءات انتهت بشكل رسمي امبارح. بشكل رسمي. تعليق حضرتك سريعا يا استاذ لطفي. لا هو لا ما اعتقدش انه هيطبق كمان من الدور الثاني. تمام. هو ممكن يجربوا الفار في اخر في الاسابيع الاخيره من الدور الثاني. بس العقود اتوقعت والرخص جت وكل حاجه. 18 حكم خدوا الرخصه ناقص 50 خلال 10 ايام بالكثير الموضوع هيخلص. يعني الدور الثاني في بدايه في يوم 9 مارس المفروض يطبق الفار. مش كل حاجه بتخضع للقرارات الاجرائيه. حلو. بتخضع ليه؟ بتخضع ليه النهارده؟ طب انا لو في مباريات حساسه وانا هعمل فيها ازمه ما هو خلي بالك حسابات اخرى. الخوف من المواجهه يخلق مشاكل بشكل كبير جدا، واحنا تعودنا الهروب من المواجهات، فده اللي بيخلينا دايما هربانين وبنتكلم كلام حتى الكلام اللي بيتقال لا يقال. يعني مش منطق. يعني ايه ربنا يسهل؟ ما هو كل حاجه بتسهل ربنا يا جماعه. بس الشيء اللي انا اعرفه اقول ايه، والله انا هطبق من الاسبوع كذا، عندي كذا، لكن التعتيم يؤكد ان هناك في الامور امور كثيره. وان كنت اؤكد مع حضرتك ان هي هتبقى في الاسابيع الاخيره، خلاص الدوري اتحسم والدنيا راحت والدنيا جت ونقدر نتعامل. استاذ لطفي استمتعت بيك النهارده، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك، ربنا يبارك. شكرا جزيلا استاذ لطفي السعانه الناقد الرياضي الكبير، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره حلقه اخرى هامه جدا وهي حلقه الخميس، والحديث عن كل ملفات هذا الاسبوع، وكمان الحديث عن الاستعدادات النهائيه للنادي الاهلي لمواجهه فريق المصري البورسعيدي يوم الجمعه باذن الله تعالى. استنونا بكره في حلقه جديده. الى اللقاء.